متابعين اعزاء، اليوم بغيت ندير واحد شويه ديال الفقاس بلدي. المهم خديت شويه ديال الزنجلان، نص كاس كاس على حسب، انا خديت نص كاس كبير تاع الزنجلان. خديت هنايا كنبغي انايا الناف نديرو هكا شويه باش يكون زوين. شوية البيستاش، شوية تاع اللوز، شوية ديال الأكاجو، شوية تاع اللوز قطعتو، شوية تاع النافع معاهم. ها هو هنا خديت شوية تاع السكر، نص كاس تاع السكر. هانتي مكابيل الجنجلان، كاس تاع الجنجلان، نص كاس صغير ولا نص كاس كبير. هنا الاكاجو واللوز، شويه النافع. هنا السكر، كاس صغير تاع السكر. هنا درت الزبيب، هذا بلدي. دابا ولاو كيديروا على اللوز بوحدو، انا بغيت ندير هذا البلدي، كيعجبني بزاف. هنايا شويه تاع الزبيب، هذا الاسود. هنايا كاس تاع الحليب صغير، كاس الزيت صغير، والخمارة تاع الحلوة. هنا ثلاثة تاع البيضات، ثلاثة تاع البيضات، نتوما ثلاثة البيضات، خميرة، الزبيب أسود، ثلاثة البيضات. هنا كاس تاع السكر، كاس صغير تاع السكر. هنا شويه تاع كاجو، شويه ديال اللوز. انا كنبغي نزيد هكا الحاجه تكون فيها، كيكون فيها اللوز انا كنبغي نزيد. مهم كلشي مزيان. هنايا كاس صغير ديال الزنجلان على نص كاس كبير. هنا فاش غادي نخدم البيض هذا، مهم غادي نبدا بالبيض هو الاول. غادي ندير البيض هو الاول، نخدم البيض انا معكم. بيض، ضربت البيض مزيان مزيان. نكمل الفيديو. دابا درت الطحين، الطحين كنجمع في العجينة. هانتوما درت شوية الخميرة، درت الطحين، دابا كنجمع في العجينة. هانتوما العجينة مزيان، نجمعها مزيان. هانتوما صافي كت باش نصاوبها ندخل الفران. هانتوما الشكل كيفاش كيكون، كيكون جاري مكيكونش قاصح. شتو كنديروهش قاصح، جاري يعني خفيف، ماشي جاري، خفيف، يكون خفيف. شتي هانتي، يكون خفيف ميكونش عجينة تقيلة. المهم خرجوا ليا ثلاثة، انا ما كيعجبنيش ندير فوق البيض. كل واحد اختي كيفاش كي تبان ديال كيفاش كيعجبو يدير الفقاس. انا ما كيعجبنيش ندير البيض فوق، تعجبني هكا مقطع، درتو شويه صغير. المهم الفقاس ديالي ها هو،
باقي غادي ندخلو دابا الفران ونقطعوه ونوريكم اخر التقديم.